نورانا ومشرفانا النهارده الاعلاميه، لانها قعدت سنين طويله تقدم برامج اطفال وصانعه المحتوى الجميله مروه عزام. ازيك يا مروه؟ حبيبتي يا شريهان، عامله ايه؟ انا بخير انا يا معجبه حبيبتي. كبيره بيكي، يعني حبيبتي جدا ده جدا شرف، يعني. شرف والله، حبيبتي يا مروه، شرف حبيبتي، والله بجد. اخبارك ربنا ايه؟ كله يكرمك. حلو؟ الحمد بقى لله، عندك كام صفحه دلوقتي؟ احكي لي. يعني الحمد لله بفضل الله تعالى، بفضل الله، مش شطارة ولا حاجة لا عندي، شطاره. لا الحمد لله، ده رزق من ربنا وكرم. عندي حكايات، دي وش الخير، ودي أكبر صفحة، دي فيها عليها 11 مليون بفضل ما شاء الله، الله، والحمد لله بحصد 90 مليون مشاهدة شهريا صحيح. فيها. عندي حكايات لايف، دي وصفحة بتطلعي فيها هوا مع الناس؟ دي بطلع احيانا فيها هوا، وبرضو حكايات بطلع فيها هوا، برنامج ثابت بقاله 4 سنين كل سبت الساعة 8 مساء. الله، بس انتي قعدتي 6 سنين مذيعة برامج أطفال، مظبوط مظبوط، وجات من هنا الفكرة؟ يعني كنتي أطفال وحاجات بريئة كيوت، ودمها خفيف وانا بموت وكيوت. في الاطفال، وانا الحمد لله كنت لاقيه نفسي معاهم جدا، وهم كمان كانوا مبسوطين. طب ازاي عملتي التحول ده؟ يعني ازاي روحتي من وسائل الاعلام التقليديه المعتاده والقنوات للنيو ميديا او الوسائل الجديده، ومن منتهى البراءه والبساطه واللذاذه لقصص للمشاكل، صعبه جدا يا مروه؟ قصص صعبة جه منين صعبة. التحول ده؟ التحول ده انا الحمد لله بفضل الله ربنا بيرزقني بناس طيبة في طريقي، وانا بحس ده برضو توفيق من ربنا ملوش اي تدخل مني. ربنا رزقني بشريكي، واللي مازال شريكي لحد دلوقتي، دكتور عبد الله زكي. دكتور عبد الله اكتشفني او شافني، كنت بعت بوست عادي جدا زي اي حد على السوشيال ميديا وانا في برامج الاطفال، بقول انا محتاجه حد يساعدني، عايزه ابقى حد شاطر، عايزه اثر. فلقيته بعت لي بيقول لي انا ما صدقت الاقي برنامج اطفال في مصر، احنا ما بنلاقيش ده كتير. صحيح. هو اصلا عنده شركه سوشيال ميديا وحد شاطر قوي في الحته دي، فقال لي انا معاكي، وابتدينا مع بعض في الاطفال. ربنا كرمني جدا وصفحتي بقت اطفال، ولكن على المحور وصلت لعدة مليون فولور متابع. ومتابع. فده كان رقم في برامج الاطفال، طبعا. لما حد يبقى صفحته مليون ده كان رقم. بعد كده عملنا حاجه لطيفه قوي اسمها طمن قلبك. طمن قلبك دي كانت حاجه في رمضان 10 دقائق بالصوت. هو ما قال لي بتظهريش ما يعني. بظهرش، قال لي صوتك عجبني جدا، فانا قلت له صوتي انا؟ قال لي اه صوتك مميز، صحيح. وال10 دقايق دول مأثرين جدا انا معايا جدا، رغم ان هما ما جابوش مشاهدات، ويمكن طمن قلبك ما جابش اي حاجه ولا الناس عرفته. فانا قلت له يعني صوتي، انا مش حاسه ان صوتي ينفع. قال لي لا، انا شايف انك صوتك ينفع، وهنبدأ نعمل قصص. ومن هنا كانت البدايه، عملنا قصص، وابتدينا نبعت للناس، اللي عنده مشكله يبعت، لقينا الناس اكن عايزين ما حد، صدقوا يا حبايبي، عايزين يحكوا ما ويفضفضوا. صدقوا. وبعتوا، وابتدينا نجيب فريق من الكتاب يصيغ القصة تاني، يظبطها، يكتبها بطريقة أفضل. وأنا ابتديت أقول 3 4 شهور لقيت صدى غريب. برضو لسه بصوتك يعني، ما بصوتي بس، ظهرتيش على ما الناس. ظهرتش، أنا ما زلت في الأطفال، محدش عارف مين دي. وابتديت أعمل، ألاقي القصة 3 مليون 4 مليون، الناس بتشير مين دي، طب احنا عايزين نعرف الصوت ده مين، احنا بننام على صوتها. ويمكن ده من أجمل الكومنتات اللي بسمعها في حياتي، لما الناس توقفني لحد دلوقتي في الشارع تقول لي احنا بننام على صوتك. الله. فده فضل من ربنا. ومن هنا كانت البداية، المشاكل كترت قوي قوي قوي، كان بيجي لي كم مشكلة تقريبا في اليوم؟ مش قادرة أقول لك. أنا ما كنتش ببقى عارفة، أنا كان الـ 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 الصفحة مش عارفين، من كتر القصص مش عارفين، الصفحة بتهنج مننا حقيقي، الرسائل كتير قوي. فقلنا طب ليه ما طلعش بوشي، طالما الناس بتبعت وعندها ثقة، وأنا بفضل الله أنا معايا ماجستير، وبإذن الله يعني ربنا يكرم ويجعل تاخدي وشك حلو الدكتوراه ولا عليا. ايه؟ خلاص يعني الله، ناقص، مبروك. يا رب يا رب تتم على خير، يمكن الشهر والماجستير في ايه والدكتوراه في ايه؟ ماجستير في الإعلام، والدكتوراه كمان كملتها في نفس المجال، والحمد لله يعني الشهر الجاي في جامعة عين شمس ان شاء الله يا ربنا يتم حبيبتي، عليها على خير فضله على يا خير. رب، وناقش على خير. فأنا واخدت دبلومة من الجامعة الأمريكية في الدراسات النفسية. يعني انتي دارسه كمان، لا لان لما في كتير نجحت، ناس ساعات تعالى تقول لك طب يعني هي برضو ما هيش دارسه يعني عشان تنصحنا، ناس كتير بتجيلك بتسألني تعليقات ده كده. كتير، وما بحبش الف على حد اقعد اقول له، لاني بسيب الايام هي اللي تظهر حاجات، مش بالضروري انا اللي افضل افهم الناس. في صحيح. كومنتات سلبيه كانت كتير جدا، كنت بس بتأثري الاكتر بيها؟ عمري ما اتأثرت، لاني مصدقه قوي اللي انا اللي ربنا رزقني بيه. انا اكتشفت في نفسي حته ما كنتش عارفاها، في حته نورت جوه قلبي، عرفت اني فعلا بيهمني الناس، وبيوجعني وجعهم، وفي مشاكل ما بتعديش بس لمجرد على الشاشه،
غير الشاشة في حاجات كتير بتفضل شغلاني بقية الأسبوع. طبعا اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.